مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار. وهذه متابعه اخباريه تحليليه مفصله لتطورات الاوضاع في العراق وتازم وانسداد المشهد السياسي. الاوضاع متدهوره بشكل كبير رغم المبادرات المختلفه التي تم طرحها على طاوله المفاوضات والمباحثات بين الاطراف المتناحره والمتصارعه في العراق، إلا أن الأوضاع تزداد سوءا وتشابكا وتعقيدا يوما بعد الآخر. أيضا هناك إشكالية تتعلق بالأحزاب ووضعية الأحزاب، وهناك حالة من التناحر والتصارع فيما بينهم، وهذا ينعكس بطبيعة الأحوال على الاستقرار الأمني وعلى الاستقرار الميداني وعلى الاستقرار السياسي، وينعكس على الأحوال المعيشية والاقتصادية بطبيعة الأحوال في المقابل للمواطن العراقي. يعني للأسف هذه الحالة الضبابية حتى هذه اللحظات، يعني الأجواء يعني لا تدعو للتفاؤل وغير مبشرة بشكل أو بآخر بسبب هذه الأزمات التي يعني تزداد تعقيدا رغم وجود احتجاجات وتظاهرات في الشوارع والميادين المختلفة، ولكن الأمر يزداد سوءا. للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك واهلا بالنيل الاخبار. يعني بدايه، في اي سياق وفي اي اطار تضع تطورات الاوضاع فيما يتعلق بالمشهد العراقي خاصه على المستوى السياسي وانسداد الافق في المشهد العراقي بشكل كبير؟ كما تفضلت وذكرتي في قدم مقدمه الموضوع، الضبابيه هي ما تكتنف كافة التفاصيل في مفاصل العمل السياسي في العراق. الحركات الحادة السياسية بالإضافة إلى التحركات الشعبية والتظاهرات والاقتحامات، مسلسل من الفوضى السياسية وعدم السيطرة واستمرار الأوضاع على ما هي عليه. وبجانب كل هذا بالطبع التراجع في تحقيق مطالب العراقيين على الرغم من المقاومات الاقتصادية الكبيرة والعديدة التي تتمتع بها الدولة العراقية. العديد من المبادرات والانسحابات والتحالفات ولم تفضي كلها إلى أي شيء، وهناك حتى عقب توقف الصدر عن ممارسة السياسة كما أعلن وعودة الهدوء عقب اقتحام أنصاره للمنطقة الخضراء والقصر الرئاسي والمبادرات التي أطلقها، إلا أن الجميع يرغب بالفعل في إقامة في عمل انتخابات مبكرة، ولكن الإطار التنسيقي ما زال مصرا وبعض حلفائه على أن تكون هذه الانتخابات عقب تشكيل حكومة ثابتة ودائمة وليست قائمة بالأعمال على غرار الحكومة الحالية. ورفضت المبادرة التي أطلقها الصدر بالأمن ببقاء الكاظمي حتى صحيح. طب إذا أستاذ يعني محمد، يعني في ظل متابعتك للمشهد العراقي، يعني على أي مرجعية يمكن الاستناد عليها في هذه الحالة إن وجدت يعني مفاوضات أو مباحثات أو تم طرح مجموعة من المبادرات المختلفة للخروج من هذا النفق المظلم؟ يعني على أي مرجعية؟ مرجعية دستورية، قانونية، مرجعية سياسية؟ في رأيك ما هو السبيل؟ البعض رأى أن نزول بعض المواطنين العراقيين إلى الشوارع والميادين المختلفة لتسجيل مجموعة من الاعتراضات والتظاهر يعني هو طوق النجاة، والبعض الآخر يرى أن النزول إلى الشارع في كل الأحوال يجعل المشهد يتأزم ويزداد تعقيدا يوما بعد الآخر، وفي المقابل التخوف من أعمال العنف والشغب والقتل بطبيعة الأحوال في الشوارع والميادين العراقية المختلفة.
بالطبع الأمر هنا يتعلق بالاتفاق، لا مناص عن الاتفاق وتنازل بعض الأطراف عن مطالبها، وإلا فإن الحال سيظل على ما هو عليه. وهذا الكلام قلته منذ أكثر من عام عند عقب إعلان نتائج الانتخابات العراقية، والتوقعات بماذا يحدث في المستقبل قلت لا شيء، والأمر ما زال يراوح في مكانه حتى الآن. ما لم يكن هناك اتفاق بين القوى وتنازل الإطار التنسيقي والأحزاب المنضوية تحته عن مطالبها، لا أريد أن أصفها بأنها الأحزاب الموالية لإيران، الأحزاب الملالي، وكل هذا الأمر، الأمر هنا سياسيا ويتعلق بالمكاسب للأسف، لأن هذا النزاع والشقاق هذه المرة من داخل البيت الشيعي، وبالتالي يجب أن يكون هناك اتفاق ولا يجب التمسك بالآراء في هذه المرة. هناك نزاع على المرجعية الدينية ونزاع على المكاسب السياسية، وأيضا الدفاع عن بعض المواقع، بعض المسؤولين يرفضون الخروج من السلطة والوزراء المعينين لهم، وبالتالي صحيح. هناك أزمة حقيقية في التمسك كل من الأطراف اللعبة السياسية في العراق بمكاسبه. يعني إذا بما تفسر يعني أستاذ محمد، يعني الفريق الذي يدعو لي يعني إجراء انتخابات مبكرة، عن أي انتخابات يمكن لنا أن نتحدث في ظل يعني حالة الشد والجذب بين الأطراف المتناحرة والمتصارعة في العراق، أوضاع يعني سياسية وأمنية متدهورة، أجواء لا تسمح بإجراء الانتخابات، وحتى إن تم إجراء هذه الانتخابات من الذي سيقبل بالنتيجة في ظل تشبث كل طرف وكل فصيل بموقفه وبمكتسباته الذاتية على حساب مقدرات الوطن للأسف؟ هذا ما حدث في العراق عقب نتيجة الانتخابات وفقد الإطار التنسيقي وحلفائه المقاعد والسيطرة داخل البرلمان. رفض هذا الجانب نتيجة الانتخابات، وبالتالي تعقدت الأزمة السياسية، وحتى مع عودة انعقاد الجلسات ورغبة في السيطرة على كتلة برلمانية، ظهر هناك من المرجعيات القضائية من تقول وتحدد تفسيرات أخرى للحصة الحاكمة للنواب بحيث تبعدها عن كتلة الصدر، حتى على الرغم من التحالف الثلاثي الذي فك أو تم فكه واقعيا على الأرض عقب انسحاب الصدر من الحياة السياسية، وهو الانسحاب الذي وهو التحالف الثلاثي الذي ينتمي إليه البرزاني وينتمي إليه أيضا محمد الحلبوسي والخنجر، ده أكبر تحالف للنواب السنة في البرلمان العراقي. وبالتالي فعلى الرغم من أنهم ينادون بإقامة انتخابات مبكرة، إلا أنهم يطالبون كما يطالب الإطار التنسيقي بالاتفاق معهم تحت الطاولة بالطبع على أن يكون هناك حكومة دائمة. الحكومة الدائمة لن تلبي الطموحات الحالية، خاصة مع الرفض لحكومة الكاظمي الذي يعتبره الإطار التنسيقي والأحزاب المتحالفة معه، ولا أريد أن أقول الميليشيات على الأرض، يقف عائقا أمام رغبتهم في التوسع سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو الاستمرار على الأوضاع الحالية بما فيها من شائبة فساد في بعض المسؤولين، سواء كانوا المنتمين بشكل مباشر لهذه الأحزاب أو المنتفعين والمؤيدين لها في الدوائر الانتخابية المختلفة. وبالتالي هنا تكمن تعقيدة المشهد السياسي العراقي بشكل كبير، حتى مع رغبة البعض في إقامة انتخابات، إلا أن الإطار التنسيقي يطالب بحكومة جديدة تماما وإبعاد الكاظمي عن الواجهة لأنه يقف أمام مخططاته. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام على هذه المداخلة والمشاركة معنا، وأيضا للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أبو بكر أديب رئيس منتدى تطوير الفكر العربي. دكتور أبو بكر مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك معنا. وبداية يعني إذا أردنا أن تضع لنا توصيفا دقيقا لما يحدث في العراق في ظل تعدد المسارات المختلفة ما بين مبادرات يتم إطلاقها وفي المقابل يتم يعني إخماد الأنشطة التي تدفع بتفعيل هذه المبادرات للصالح العام في العراق، وهناك تظاهرات بطبيعة الأحوال حالة احتقان على المستوى الشعبي وعلى المستوى الجماهيري.
مساء الخير عليك استاذه امل وعلى الساده المشاهدين. بدايه العراق انا بتم المرحله اللي فيها العراق الشقيق هي مرحله عنق السجاد. فهي اما ان يخرج القاده او الساسه العراقيون بشعبهم الى يعني النور والعمل في النور وخدمه الشعب العراقي والدوله العراقيه، واما ان ينزلق البلد الشقيق للاسف في منحنى خطر وفي نفق مظلم يعني يدفع به لسنوات من العنف وهو ما لا نتمناه بالضبط. العراق يعني دولة غنية جدا، يعني تعتبر من كبريات الدول العربية الغنية، فيها كل الموارد الطبيعية، فيها يعني أنهار وفيها زراعة مهمة ومتميزة وصادراتها يعني لا يخفى عنها الناظر، كذلك فيها مواد بترولية ولديها احتياطي نقدي أجنبي ضخم جدا. العراق بلد غني بالفعل، مساحة من حيث المساحة، من حيث الموارد البشرية، من حيث الشعب، من حيث الخبرات البشرية، فيه كل يعني كل مقومات أن يكون دولة مستقرة ودولة غنية في منطقة الشرق الأوسط. لديه علاقات طيبة مع يعني جيرانه العرب وكذلك مع باقي الدول، أنشأ علاقات متميزة مع كبريات الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات وغير ذلك. لكن المشكلة في العراق مشكلة معقدة، هي مشكلة الطائفية التي ما دخلت بلدا إلا ويعني أنهت استقراره وأتته بشكل كبير جدا. الطائفية والميليشيات المسلحة عائق كبير جدا أمام تقدم ونهوض الدولة العراقية. للأسف يعني الإخوة العراقيين لديهم ميليشيات، كل حزب لديه ميليشيات مسلحة، وهذا خطر على أي ديمقراطية ولا يبني ديمقراطية حقيقية. كيف تكون هناك انتخابات والمتقدمين للانتخابات لديهم ميليشيات؟ طب يعني يمكن فيما يتعلق دكتور أبو بكر بالطائفية على وجه الخصوص أو المرجعية الدينية أو العقائدية، ربما كان في السابق كان الخلاف أو الصراع سني شيعي، ولكن الآن أصبح الصراع والخلاف والنزاع والتناحر والتصارع شيعي شيعي، إذن الأمر يزداد تعقيدا وتشابكا وصعوبة، لأنه في داخل الفصيل الواحد أو في داخل المرجعية الواحدة أو الحزب الواحد هناك خلافات داخلية، وهذا يعقد الأمر أيضا بشكل كبير دكتور أبو بكر. وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيدا ومشقة على الدولة العراقية بشكل عام. الخلافات بين البيت الشيعي كنا نتمنى أن تسوى سياسيا وفي النور وأمام وداخل البرلمان أو داخل أي جهة أو مؤسسة يعني حكومية، لكن للأسف هناك كل جهة في هذه الجهات الشيعية تمتلك ميليشيات، والميليشيات هذه هي جيش مصغر، فكلما اختلفوا ظهرت تلك الميليشيات، ورأينا قبل أسابيع كيف كانت المنطقة الخضراء وهي أقصى المناطق تحصيلا في العراق كله، رأينا فيها أعمال شغب وقتلى ومصابين، ويعني لا تعرف من يطلق النار وما الذي يقف وراءه، وهذه الميليشيات مرتبطة بدول بإيران، وإيران يعني تعبث في المنطقة بشكل كبير ولا يهمها أن تكون العراق دولة مستقرة، هي لديها ميليشيات للأسف في جميع أو في عدد كبير من الدول العربية كاليمن ولبنان وسوريا، ويعني ومركز ثقلها في العراق. أقول للساسة المرتبطين بإيران، أنتم عراقيون في الأول وفي الآخر، لن يعني إيران لن تسعى لمصلحة الشعب العراقي، إيران لديها أجندة طائفية تخدم بها مصالحها وتتفاوض بها مع الدول الكبرى والغرب وأمريكا على حساب دول عربية كالعراق وسوريا واليمن ولبنان. يعني إن انحرفت العراق إلى مشهد دموي غير مستقر فلن تعود قبل يعني صحيح. إذا وحدة الصف بين الأطراف المتصارعة والمتناحرة هو طوق النجاة إن وجدت الإرادة والعزيمة. لذلك أشكرك جزيل الشكر دكتور أبو بكر أديب رئيس منتدى تطوير الفكرة العربية على هذه المشاركة والمداخلة معنا. ومشاهدينا الكرام نتوقف سريعا مع هذه الدقائق المعدودة وهذا التقرير التالي، ثم نعود إليكم من جديد واستكمال هذا الحوار على الهواء مباشرة.
تستمر الجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية في العراق، فبعد انطلاق جولة ثانية من الحوار الوطني بدعوة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي، قدمت قوى التحالف العراقي وهي مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والمدنية المستقلة مبادرة لحل الأزمة الراهنة. من جانبه برر رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان رد دعوة حل البرلمان، مؤكدا أن القرار لا يحتمل الاجتهاد بسبب وجود نص دستوري واضح، مضيفا أنه يجب إعادة النظر في صياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي. كما دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي إلى اتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وأضاف أن مصالح الشعب واستقرار الدولة العراقية أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية. كما أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى القادمي أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية لحماية السفارات والبعثات العاملة في البلاد، مشيرا إلى أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة وأن وحدة الشعب العراقي قضية مهمة وحفظ السيادة أمر مقدس بالنسبة للعراقيين. وتسببت أزمة سياسية مطولة بسبب صراع على السلطة في بقاء العراق بدون حكومة لأطول فترة متصلة على الإطلاق، كما أدت إلى اضطرابات جديدة بينما تكافح البلاد للتعافي من صراع ممتد لعقود. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن في استوديو المشهد الأستاذ الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية. أهلا يا دكتور حامد، نورتنا وشرفتنا وجزيل الشكر على تلبية الدعوة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. طبعا المشهد العراقي يعني حالة من الانسداد السياسي، مشهد يزداد يعني تعقيدا وتشابكا وصعوبة يوما بعد الآخر. كيف ترى في البداية يعني جملة المبادرات التي تم طرحها سواء من المجلس الأعلى للقضاء أو مبادرة القادمي أو مبادرات المنبثقة من الأحزاب المستقلة، وهل ستجد صدى أو استجابة أو ردود فعل إيجابية يعني تتجاوب وتتفاعل معها، أم يبقى الحال على ما هو عليه في ظل الأجواء والمؤشرات والمعطيات الحالية؟ طبعا رغم كثرة المبادرات التي خرجت من أكثر من جهة في محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء في العراق ومحاولة أن يكون هناك واقع جديد للدولة العراقية، شاهدنا مبادرة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى القزمي وهي مبادرة داخلية كانت تهدف إلى نبذ العنف واحترام كل طرف للآخر ومحاولة الوصول إلى حلول توافقية والجلوس على مائدة حوار واحدة في محاولة أن يكون هناك طريق منسجم تسير عليه كل الفصائل وكل التيارات في العراق في محاولة لأن يتم التوافق على خارطة طريق محددة يتم السير عليها، في ظل أن مصطفى القزمي بالأخص مبادرته هي مبادرة محمودة ولها قبول عند كافة الأطراف باعتباره غير محسوب على أي من الطرف من أي من التيارات السياسية. أيضا كان هناك مبادرة هامة جدا من رئيس العراقي برهم صالح في محاولة أيضا لرأب الصدع، ولكنها كانت مبادرة بالتوافق مع القوى الخارجية سواء الإدارة الأمريكية أو بريطانيا أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في محاولة الضغط على القوى الفاعلة الدولية في المشهد العراقي لكي تضغط على أزرعها في الداخل الإيراني لإيجاد تسوية سياسية حقيقية. وأيضا كان هناك مبادرة أخرى من مسعود برزاني رئيس أقليم كردستان، ولكنها هي الأضعف في المنظومة داخل الدولة العراقية. والآن شاهدنا مبادرة جديدة كانت من المجلس الأعلى للقضاء ومبادرة أيضا من أو يعني مبادرة من محمد الحلبوسي تمثلت في 10 نقاط كان من الممكن جدا أن تلقى صدى. كثرة هذه المبادرات وعدم الوصول إلى حلول توافقية يظهر أن المشهد في العراق يحتاج إلى أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية من كافة الأطراف الفاعلة. غياب الإرادة وعدم وكثرة المبادرات يظهر أن الوضع في العراق من الممكن أن يستمر إلى ما نشاهده الآن. حضرتك شايف أن كل فصيل
فصيل من الفصائل المتناحرة والمتصارعة لما بتيجي تقدم مبادرة أو تصور لحل الأزمة العراقية بيكون أساس بنود أو نصوص هذه المبادرة إن هي تخدم مصالحها الذاتية وتحقق المكتسبات السياسية التي تعود عليها بالنفع بشكل مباشر بعيدا عن مقدرات الوطن والمصلحة العامة للعراق. هذا أيضا من يعني من ضمن الأسباب التي يعني تزيد الأمور تعقيدا وتشابكا ولا حل في الأفق يعني حتى هذه اللحظات فيما يتعلق بالمشهد العراقي. سؤال مهم جدا من حضرتك، لأن فعلا أغلب القوى العراقية تبحث عن مصالحها الخاصة والنظرة الضيقة للأمور وترك المصلحة العليا للدولة العراقية. عدم تغليب الدولة الوطنية وأن تكون هناك دولة وطنية بالمعنى المفهوم، بمعنى أن تكون هناك مؤسسات للدولة، احترام هذه المؤسسات، احترام إرادة الناخب العراقي، خاصة أن الأزمة في العراق بدأت بعدم احترام نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي. صحيح. وبالتالي حتى خارطة الطريق التي وضعت من كافة التيارات السياسية لخروج العراق من أزماته، وعلى رأس هذه المبادرات هو إجراء انتخابات مبكرة أخرى. هذه ليست المشكلة أستاذ أمل، ولكن المشكلة الأكبر هو عدم احترام نتائج الصندوق، وعدم احترام الدولة العراقية، وعدم احترام نتائج الدولة العراقية، نتائج الانتخابات في الدولة العراقية. كل هذه المعطيات تجعل من أنه لابد من أن يكون هناك توافق بالفعل على واقع الأرض، وأن يجلس كل طرف مع الآخر بهدف وضع مصلحة العراق العليا فوق كل الاعتبارات. هو هذا هو المخرج، احترام نتائج الصندوق، لأن لو على فرض أن احنا تم إجراء انتخابات برلمانية صحيح. جديدة، هل سيتم الاعتراف بها أم لا، وسنكون في حلقة مفرغة. تمام. طيب يعني في ظل الأجواء والمؤشرات الحالية والمعطيات المسيطرة على المشهد العراقي إنه لحد دلوقتي ما فيش توافق حقيقي ما بين الفرقاء والفصائل العراقية المختلفة، هل هذا الأمر يعني يقود إلى يعني طلب وساطة على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي؟ وحقيقة مش وساطات كل الدول أو مش كل التدخلات بتبقى تدخلات حكيمة ونزيهة وبيبقى هدفها الصالح العام في العراق، ولكن ربما تبقى تدخلات من باب التدخل في الشؤون الداخلية العراقية وأيضا يعني السيطرة على مقدرات الشعب العراقي و يعني ثرواته وأمواله ونهب خيراته بشكل كبير. فإذا التدخلات الخارجية أيضا تحمل وجها قبيحا يخشاه عدد كبير جدا من المتابعين للمشهد العراقي. يعني بالفعل حضرتك يعني وضعت يدك على أهم نقطة بتؤدي إلى تشرذم وضعف الموقف في الداخل العراقي، وهي التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدولة العراق. بالفعل هناك تدخلات محمودة وحكيمة، يعني شاهدنا أن القيادة السياسية المصرية بعدما شاهدنا الأحداث الأخيرة والصراع الذي حدث في الفترة الأخيرة وكمية الاحتجاجات، كيف كانت الدولة المصرية تدخلت وبحكمة وبوعي وإدراك شديد في محاولة أن يكون هناك تواصل مع القيادة السياسية العراقية للعمل على تذليل العقبات وإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة العراقية. أيضا كانت هناك دعم كبير للدولة المصرية، شاهدنا الرئيس السيسي وزيارته الهامة للشقيقة العراق بعد أكثر من 31 عام، كأول مرة الرئيس مصري يزور العراق في يونيو 2021، وبعدها بحوالي شهر ونص مشاركة الرئيس السيسي أيضا في قمة التعاون والشراكة اللي كانت في العراق في بغداد تحديدا، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وده بمشاركة أكثر من رئيس عربي وأكثر من رئيس أوروبي في محاولة لكي يكون هذا دافعا لإجراء الانتخابات البرلمانية التي أجريت بالفعل في أكتوبر 2021. وبالتالي التدخل الحميد هذا هو ما نشاهده من القيادة السياسية المصرية. على النقيض هناك بعض التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق كل مصالحها السياسية من خلال دعم الميليشيات المسلحة وعدم حصر السلاح في يد الدولة وهدم المؤسسات العراقية، كل ذلك بهدف الاستئثار بثروات الشعب العراقي، خاصة وأن العراق دولة غنية نفطيا. صحيح. وهناك مصالح كبيرة واستراتيجية للكثير من الدول تريد أن تحققها في الداخل العراقي على حساب مصلحة الشعب العراقي. يعني رغم انه العراق دولة يعني غنية نفطية، ولكن حقيقة بنلاقي دلوقتي ان في معاناة على المستوى المعيشي والاقتصادي لأهالينا في العراق، اللي كان في يوم من الأيام من يعني من أهم الشعوب العربية رفاهية يعني، فانقلبت الموازين وتبدلت الأحوال بشكل حقيقة مؤسف جدا. وللأسف الطامة الكبرى ان يعني ثروات وخيرات وموارد العراقيين تم نهبها وسلبها، سواء من خلال التدخلات الأمريكية والاحتلال الأمريكي للعراق أو من خلال التدخلات الإقليمية الأخرى.
بالفعل يعني هي العراق هي مطمع، باعتبار ان العراق يعني نجحت في عهد حكومه مصطفى الخصم الى ان تحاول يعني غل اليد الخارجيه عن فرض نفوذها في الداخل العراقي والاستئثار بثرواتها. مصطفى القزمي نجح مره اخرى في عوده العراق بشكل كبير جدا الى حضنها العربي، فرض برنامج الورقه البيضاء، وهو برنامج هام جدا جدا. برنامج الورقه البيضاء ده من اهم البرامج لدعم الاقتصاد العراقي. كل ذلك لن يؤتي بنتيجه الا اذا كان هناك استقرار سياسي ومنع التدخلات الخارجيه، وهو ما طلب به اكثر من مره، سواء رئيس الدولة العراقية الرئيس برهم صالح أو أيضا رئيس الوزراء العراقي مصطفى القزمي في كل أوضاعه وفي كل مؤتمراته، وكانت كلماته لابد من أن يتم منع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدولة العراقية. العراق مرت بمراحل كبيرة جدا، مرورا بالاجتياح الأمريكي، مرورا بالأزمات الكبيرة اللي مرت بيها، أزمات سياسية عاصفة وتناحر داخلي كبير، وبالتالي المشهد في العراق يحتاج إلى أن يكون هناك روية والتعامل بعقل وبحكمة وبرشد بين كافة الفصائل السياسية في العراق، ثم بعد ذلك الدعم الدولي المحمود الذي ينتج دعم للعملية السياسية في العراق لإحداث توافق داخلي يتناغم معه موقف خارجي يحقق الصالح العام للدولة العراقية. حضرتك شايف انه الازمه الحقيقيه زي ما البعض من المراقبين والمحللين والمتابعين بتكمن في انه الصراع دلوقتي بقى صراع طائفي، ومن خلال يعني المرجعيه العقائديه او الدينيه صراع شيعي شيعي، وده اللي بيأزم الامر. يعني الاول كان في فريقين سنه وشيعه، دلوقتي لا، يعني داخل الفريق الواحد او المرجعيه الدينيه الواحده بيبقى في حاله من التفكك والتفتت والتشرذم ما بين الفريق الواحد او الفصيل الواحد. ده كمان يعني مأزم الوضع في العراق بشكل كبير. يعني جدا احنا بيتم تفتيت المفتت بالفعل، يعني الصراع الأكبر في العراق دلوقتي بدل ما كان في صراع ما بين الشيعة والسنة والكرد أصبح الآن صراع في البيت الكردي لاختيار صحيح. رئيس جديد للدولة العراقية صحيح. وعدم التوافق عليه، عدم التوافق على رئيس جديد للحكومة العراقية، صراع كبير جدا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي بيرشح محمد شياع السوداني ومتمسك به، وعلى الناحية الأخرى التيار الصدري متمسك جدا بمصطفى القزمي في استمراره في الفترة الانتقالية القادمة، مرورا بإجراء انتخابات برلمانية، وبيقول إن لازم يكون مصطفى القزمي هو اللي موجود على رأس الحكم باعتباره إن هو نجح وبشكل قاطع في إجراء الانتخابات السابقة. يعني وبالتالي الصراع الآن ما بين الأحزاب داخل البيت الواحد هي نقطة في ظني وتقديري معتمة وقاتلة للمشهد في العراق، وتؤدي إلى أوضاع لا يمكن أبدا استقرار الأوضاع من شأنها في العراق. طب حضرتك قلت في كلامك أنه يعني في ظل تعدد وتنوع هذه المبادرات إلى أنه مبادرة القاضمي من أقرب المبادرات اللي ممكن يحصل عليها حالة من التوافق أو التناغم، ولكن رغم كده برضو ما زالت الأوضاع يعني عالقة ومعلقة. يعني الأسباب من وجهة نظر حضرتك يعني ممكن ترصدها لنا على المستوى السياسي وعلى مستوى يعني لماذا يعني توجد هذه الإشكالية في عدم حدوث توافق وتقارب وتجانس وتناغم حقيقي بين الفرقاء العراقيين؟ احنا لو بصينا ان الصراع في العراق دلوقتي هنقول ان هم ما بين شقين، اولا التيار الصدري ورئيسه مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي ممثل في نور الملكي. في صراع تاريخي بينهم منذ العام 2008، وكان في بينهم حالة احتراب أهلي ووقوع الكثير من الضحايا في العام 2008 صحيح. وده نقطة سوداء في العلاقات الموجودة بين الطرفين، وبالتالي كل طرف ينظر إلى الطرف الآخر على أنه عدو حقيقي ولا يريد أن يحقق أكبر المكاسب، وبالتالي هذا المشهد امتد الآن خاصة بعد التصريحات التي خرجت والتسريبات التي خرجت إلى نور الملكي واللي أشار إليه بأن مقتدى الصدر هو سارق وقاتل هذه القشة التي قسمت ظهر البعير وأدت إلى تصعيد الأحداث بشكل كبير، ثم بعد ذلك ترشيح محمد شياع السوداني عكس التيار الصدري الذي تمسك بشكل كبير جدا بمصطفى القزمي واستمراره في الحكومة. كل هذه الصراعات وهذه التضادات تؤدي وبشكل قاطع إلى أن يكون هناك نوع من أنواع الاحتدام والاحتراب الذي من الممكن جدا أن ينتقل مرة أخرى من الغرف السياسية المغلقة إلى الشارع، وهو ما شاهدناه في الواقع الذي حدث في الفترات الأخيرة، خاصة وأن ما شاهدناه هو مجرد بروفة، لكن من الممكن جدا إذا حدث لا قدر الله أن هناك أفق انسداد في الأفق السياسي وانتقلت الأحداث إلى الشارع بشكل كبير، في ظل أن هناك سيولة أمنية كبيرة في العراق، في ظل عدم حصر السلاح في يد الدولة العراقية صحيح. وبالتالي يعني احنا شاهدنا كان في أكثر من محاولة لاغتيال مصطفى القزمي،
وكان فيه طائرتين مسيرتين دخلت المنطقة الخضراء وتعدت على مكان إقامته، ولكن يعني ستر ربنا هو لم يتم اغتياله، وكانت دي نقطة مفصلية. وبالتالي في دلالة واضحة على أن مصطفى القزم يسير في الاتجاه الصحيح نحو إخراج العراق من براثنه والعودة مرة أخرى إلى حضن العربي والعودة مرة أخرى إلى العلاقات العربية العربية، لأن الدول العربية همها في المقام الأول استقرار الأوضاع في العراق، في ظل أن العراق هي مصدر ومصدر قوة، ووجوده في الحضن العربي هو دلالة على قوة ومتانة الأمن القومي العربي. لكن فيما يتعلق بالدعوة للنزول للشوارع والميادين والاحتجاجات والتظاهرات، في البعض بيميل لهذه يعني التصورات في التعامل مع الأزمة السياسية، وفي البعض الآخر شايف أنه يعني التجارب أثبتت في الوطن العربي بشكل عام أنه مع النزول ومع التظاهر طبعا ما فيش حد ضد أنه هو يرفع مطالبه المشروع، ولكن بيحصل حالة من الاحتقان، التصادم، العنف، القتل، إسالة الدماء، الاستباحة. البعض يرى أنه من يدعو المواطن إلى النزول ربما هو يتاجر بأرواحه، لأنه ممكن تحصل اشتباكات أو أزمات يعني تعقد الأوضاع. فيما يتعلق بالمشهد العراقي، كيف تصف الأوضاع هناك؟ في ظني وتقديري ليس هناك حل للأزمة العراقية إلا من خلال الحوار، والحوار السياسي هو المفترض أن يتصدر المشهد، ولكن كل طرف نتيجة أنه يتمكن ويسيطر على الكثير من مؤيديه ومريديه في الشارع يريد أن يحقق أكبر المكاسب الممكنة على حساب الدولة العراقية. وهذه هي النظرية التي يسير بها كل الأطراف في العراق. وبالتالي المشهد في العراق لابد أن يكون هناك أكثر حكمة وأكثر وعي من يتصدرون المشهد في العراق. لابد أن يتم احترام الدولة العراقية واحترام هيبة الدولة العراقية واحترام مؤسسات الدولة العراقية، والجلوس على مائدة حوار واحدة تكون هي الفيصل. وفي ظني وتقديري أنه لابد حتى قبل إجراء هذه الانتخابات أن يتم جلوس كافة الفرقاء العراقيين، وأن يتم توقيع وثيقة يتم بموجبها أن كل طرف لابد أن يتعهد باحترام نتائج الصندوق أيا ما كانت هذه النتائج، لأن الفيصل هنا هي هذه النقطة تحديدا. أما أن يتم إجراء الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها فإننا ندور في حلقة مفرغة لا تؤتي ولا تثمن من جوع، وبالتالي العراق سيسير في مشهد صعب ومشهد معقد. طبعا هو من المفترض أن هذه الانتخابات الإشراف يكون يعني عراقي عراقي أو داخلي، ولا مجال لتدخلات يعني أو إشراف يعني أو يعني الإشراف الدولي في يعني بصفة مراقب أو متابع من بعيد، ولا هو بيلزم أو يعني بيبقى ضمانة للاعتراف بنتيجة الانتخابات أيا ما كانت؟ كان هناك إشراف في الانتخابات 2021 أكتوبر اللي فاتت، يعني كان في إشراف دولي، ولكن الضمانة الحقيقية هي من قبل الشارع العراقي ومن قبل الناخب العراقي ومن قبل التيارات السياسية العراقية التي عليها أن تحترم نتائج الصندوق، لأن المجتمع الدولي والإشراف الدولي بينتهي دوره بإعلان نتائج الانتخابات، وبعد إعلان نتائج الانتخابات بيتحول عدم الاعتراف بنتائج الصندوق إلى الشارع، وبيتحول الصراع من صراع سياسي على في غرف مغلقة أو حتى إن كان صراع قانوني، لأن الآن هناك حالة من الانسداد السياسي، هناك حالة من الانسداد القانوني بعد رفض المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الاتحادية العليا في العراق يعني حل البرلمان العراقي، لأنه ليس من سلطتها طبقا لنص المادة 64 من الدستور، لأن حل البرلمان العراقي لابد أن يكون هناك أولا طلب يقدم إلى مجلس الوزراء العراقي يرفعه إلى رئيس الدولة، ورئيس الدولة بالتالي يحوله إلى البرلمان العراقي الذي يقوم بالتصويت عليه، ولابد من موافقة الثلثين، وبالتالي المحكمة الاتحادية العراقية ليس لها الحق في حل البرلمان العراقي. وبالتالي هناك انسداد في الأفق القانوني، في الأفق السياسي، في الأفق الاحتراب الأهلي على واقع الاحتراب الأهلي، وبالتالي كل المنافذ لحل النزاع تم سدها وتم غلقها، وبالتالي لابد من أن يكون هناك أفق جديد وفتح نافذة جديدة تكون هي المسيطرة على المشهد العراقي ويحتكم إليها كل الفرقاء العراقية. يمكن كان قدر العراق أنه يعني يعيش
فترات شديدة التعقيد وأزمات ومعاناة حقيقية. يعني لو كلمنا على تاريخ الحديث بدءا من امتلاك الرئيس العراقي أو مزاعم امتلاكه أسلحة دمار شامل، ومن هنا كانت ذريعة للتدخل الأمريكي والاحتلال الأمريكي للعراق، ثم بعد ذلك التدخل الثاني الأمريكي فيما يتعلق بالتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة الإرهاب ومكافحة الدواعش، ورأى البعض في المقابل قبل أن الدواعش أو هذه الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة والإجرامية هي صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف تواجه وتحارب من صنعتهم، إلى أن جاء هذا يعني التأزم أيضا الداخلي على المستوى الانسداد السياسي وأزمة الانتخابات والأوضاع المعيشية والاقتصادية في العراق. المشهد برمته يعني ضبابي ومأساوي بشكل كبير، في رأيك ما هو طوق النجاة في هذه المعضلة الكبرى حضرتك؟ بعد السؤال اللي حضرتك سألتي ده لابد أن نؤكد على أن العراق هو ضحية المجتمع الدولي وضحية تحديدا الإدارة الأمريكية، ولأن لم يكن هناك أي أسلحة دمار شامل، يعني دخلت القوات الأمريكية واحتلت العراق منذ العام 2003، وحتى هذه اللحظة لم نشاهد أي أسلحة لا دمار شامل ولا غير دمار شامل، وبالتالي كان هذا الدخول هو دخول مسيس لصالح أهداف معينة للإدارة الأمريكية معروفة بعينها، يعني وهو السيطرة على ثروات الدولة العراقية ومحاولة أن يكون هناك موطئ قدم للإدارة الأمريكية في هذه المنطقة تحديدا. يعني أما على المستوى الاقتصادي، العراق مرة العراق كان سلة العالم العربي، بل سلة العالم في الغذاء بعيدا حتى عن النفط. صحيح. يعني حتى بعيدا صحيح. عن كونه ثورة يعني هناك ثورة نفطية أو ثروة نفطية كبيرة، ولكن في النهاية كان هناك يعني الكثير من الحاصلات الزراعية تخرج من العراق لتمد بها العالم أجمع. وهذه المشكلة الكبيرة، الصراعات السياسية وانتقال العراق إلى من وضع عدم استقرار سياسي إلى حالة من الانسداد السياسي والتناحر السياسي، وشاهدنا أكثر من احتراب أهلي في الداخل العراقي على فترات سابقة وكثيرة، كل هذه المعطيات جعلت العراق بعد أكثر من يعني 20 عام على الاحتلال الأمريكي للعراق، جعل المشهد في العراق يحتاج إلى أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية من كافة الأطراف الفاعلة في المشهد العراقي من خلال التوافق، ووجود يعني دولة حقيقية لابد أن تكون دولة وطنية. هذه هي المعضلة. يعني مصطفى القزمي على سبيل المثال نجح في القضاء على تنظيم داعش بتنفيذ أكثر من 1700 عملية نوعية في الداخل العراقي، وقام بمجهودات جبارة، وأيضا كان هناك الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية، وكان أكثر من 3 جلسات في محاولة أن يكون هناك استفادة كبيرة من العراق تعويضا عما قام به الإدارة الأمريكية من يعني خراب ودمار في الداخل العراقي. صحيح. أيضا كان في جزئية هامة جدا، وهي محاولة تقليص عدد القوات الأجنبية في العراق، وهو ما نجحت فيه أيضا حكومة مصطفى القزمي، وبالتالي كان عدم الاستقرار السياسي والتغيير المتتالي للحكومات وعدم احترام الدولة العراقية هو ما أدى إلى ما نشاهده الآن من أزمات اقتصادية كبيرة، رغم أن العراق من أغنى الدول. صحيح. العربية. كمان أيضا أزمة تضاف للعراق ملف إعادة الإعمار أو إعادة البناء، يعني هناك منشآت ومباني وبنية تحتية تهدمت وتدمرت بشكل كبير من أفعال وممارسات الدواعش والجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة والإجرامية. أيضا يعني كيف ترى هذه المعاناة وهذه الإشكالية؟ العراق الذي كان من أفضل الدول يعني رفاهية وهي دولة نفطية في المقام الأول، تعاني الآن من إعادة الإعمار أو القدرة على إعادة التعافي واستعادة دورها من جديد. طبعا إعادة الإعمار هو من أهم الملفات اللي المفروض على طاولة الحكومة العراقية، ولكن عدم الاستقرار السياسي بينعكس بشكل سلبي كبير جدا على إتمام عملية إعادة الإعمار. يعني احنا شاهدنا من خلال القمم الثلاثية المصرية العراقية الأردنية ودور مصر الكبير جدا في التنسيق مع الجانب العراقي، خاصة بعد الإشادات الكبيرة جدا اللي خرجت من رئيس الدولة العراقية برهم صالح أو حتى رئيس الوزراء العراقي بأن التجربة المصرية هي تجربة ملهمة ورائدة، وتريد العراق أن تستلهم التجربة المصرية في الداخل العراقي. وأيضا كان الرئيس السيسي وضع مبدأ هام جدا، وهو كان في الأساس قبل هذا المبدأ، وهو مبدأ النفط مقابل إعادة الإعمار.
باعتبار أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة، كان في السابق النفط مقابل الغذاء، صحيح. وهو ما الصياغة الجديدة التي وضعتها القيادة السياسية المصرية لأنها تتوافق مع حقوق الإنسان، وبالتالي بشكل كبير الدولة المصرية لها دور كبير جدا في إعادة الإعمار في العراق، باعتبار أن مصر نجحت في إعادة بناء الجمهورية الجديدة على كافة المستويات والأصعدة، سواء اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا، يعني إحنا بنشوف دولة جديدة، وده اللي شعر به كل الدول العربية وعلى رأسها العراق التي تريد بشكل قاطع الاستفادة من التجربة المصريه في ملف عبد العمر. احنا نتمنى طبعا يعني ان تستعيد العراق عافيتها من جديد، وان تخرج من هذا النفق المظلم وحاله الانسداد السياسي شديده التعقيد وشديده التشابك. دكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربيه، نورتنا وشرفتنا يا فندم، جزيل الشكر على تلبيه الدعوه وتشريفك لنا. تحياتي لحضرتك يا فندم، مرسي جدا، شكرا يا فندم. اشكرك، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. نهايه هذه الحلقه من المشهد، تقبلوا تحياتي، ودائما للحديث بقيه.